أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني اتخاذ خطوات جدية من أجل الانفتاح على العالم ودخول استثمار دولي لتأهيل البنى التحتية والمضي بمشاريع شراكة تشمل جميع مناطق البلاد. وقال بيان للعاني أن النجاح الذي يحققه العراق في الجانب الأمني وطي صفحة الإرهاب إضافة إلى السياسة الاقتصادية والانفتاح على الجميع جعل الدول والشركات تبحث عن فرص واعدة في الأسواق العراقية.